الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم أخ قطب الملك طالب بجامعة وهران بالبيت. الله يبارك فيك. محافظ مهرجان وهران، ونحن ضيوف في ولاية بسيلة، مهرجان الثقافة الصحراوية بسيلة. نعرفكم بالفولكلور تاعنا، هادو يخدموا كاع لينا بارود والسهرة والحضرة وكل شيء. الفولكلور الثقافي عندنا هادو لازم نكونوا حاضرين فيه. ها واش اسمهم هادو؟ هادو راهم مخدومين. أول حاجة هادو من الطين الخالص تاع الصحراء. ها؟ مخدومين من الطين، وهنايا راهم بنترين بالبلاطر ولا بكاش حاجة، بأي بنتونة تقدر ديرها. ها؟ عندهم هاد المول لازم، هادي يسموها القصعة وهادي يسموها الرقبة. القصعة والرقبة. وفيها واحد ثلاث خيوط الداخل. ايه. هذيك صنارة مخدومة بالصنارة. ايه. وهذا جلد، هذا جلد المعز. جلد المعز جلد عدنوس كما كما تسمي. اه. هاد الجلد يخمروه، يسلوه من المعز، يقلعوه من الضحية، يخمروه ويخلوه ثلاث أيام في شاصية أربعة. اه. يواجهوا الكاتشوب. كيخمر يقلعوا له الشعره تاعو، خلينا يقلعوا له الشعره. اه. ويكسلو، كيكسلو يخدموا بها على الاقل حتى يعطيك النخبه. منها كاينه لازم ثلاثه، كل وحده وكيفاه تتخدم. هذا تخدم ضحيه صغيره. اه. ضحيه كتكون صغيره تخدم منها. عاود الكلمه اللي قلتها. ضحيه كتكون صغيره. اه ضحيه. اي الله يبارك. هذا جلد ضحيه صغيره. ايه. هذا جلد ضحيه توصل. ايه. وهذا جلد ضحيه كبيره. شارف يعطيك الصحة. ايه. كل واحد عنده كل واحد. ايه. وهذه تكون كواتي كشات. الله يبارك. ونفس المادة يتخدموا. ونفس المادة ونفس كيسموها. ايه واش يسموها انتم واش يسموها؟ هذه يسموها تبقال. عاود؟ يسموها هذه تبقال هذه. تبقال. تبقال. ايه. وهذه يسموها الرباع. الرباع. الرباع ولا تيدم. تيدم. واه كاين يسمها تيدم وكاين يسمها الرباع. صحيت. وهذه يسموها الخلاف. الخلاف. واه ولا القلاب. القلام. القلاب. اه القلاب اللي يقلب. اه. هادو في ثلاثة يسموهم أقلون. جمع أقلال. يعني قلا جمع قلا جمع. أقلال أقلون. الله يبارك. واللي العازف تاعهم واش يسموه؟ عازف واش يسموه؟ الدراب كي حنا نقولوا والله واش يقولوا له؟ الزفان. الزفان. ما شاء الله. وين شوف هادو موجودين في الصحراء ولا موجودين في في الجنوب؟ في الصحراء كل كيما اه الصحراء قاعد تخدم بها. وكاين غير هادو ولا ما كانش؟ كاين الاخرين مي هادو هما الرئيسيين في كلش. هادو يحضروا في كاع الطوبر. عندهم ما علاقة بالقلال تاع وهران هذاك وتاع الغرب ولا؟ الغرب اصلا الثقافة الغربية تاع وهران. اه؟ راهي جات الثقافة الصحراوية، كاع راه ما عندهم كيفنا هكا. هما عندهم غير الرقبة برك، ما عندهمش القصعة والرقبة بال القلال. القلال. القلال واه كاين. الله يبارك. وين العازف ولا الزفان ولا واش قلت لي المشهور في هاد الآلات؟ كاين عندنا يخدموا به العود، كاينين امه عربيه صحراويه وكل اللي يخبطوا هادشي. الله يبارك. ما كاينش واحد زعما مميز فيهم. الله يبارك. كاين مميز فيهم اللي يضرب العود ولا كيما نقولوا الوسره الرباب ولا. واه يعطيك الصحه. هاي بارك. هذا يسمعوا الفنان. اي فنان يسمعوا عندنا في الصحراء. سما هذه هما الاساس في الاساس. يخدموا الانشاد، يخدموا الموسيقى، يخدموا الطبل، يخدموا تويزه، العبيد، قرقاب وكلش. بدونهم ما تكونش كاينه. هادو الا خطاونا هادو ضعنا حنا. ايه الله يبارك. جزاك خير. وهادو راه هذا غير كيسموه هذا سكوتش. اه. وهذا كتانا. ايه. وبالنسبه للاسعار تاعهم في السوق موجودين؟ هما في ثلاثه. اه. يتراوح سعرهم بين مليون و500 الى 2 ملايين. اه بين مليون ونص و2 ملايين. ملاح الله يبارك. والصناعة محلية يعني. صناعة محلية والطينة الزينة فيهم طين بوعلي. ها وي الله يبارك. كاين كل واحد وكيف يخدم. وسمى هذه وكان يخبطها واحد شوية بقوة ولا طيح ممكن تتكسر. هذه راهي كيف
انا يقولوا لها سمكي القلة. واه كي ولدك هذه لازم تحافظ عليها. الله يبارك بارك الله فيك. Yeah.